لو احنا بقى بنتكلم على الالكترونيك ميكانيك بطريقه يعني فيها تفاصيل اكتر شويه، في عندنا طريقتين نعمل الكترونيك سكاننج في الحقيقه. يعني الطريقه الاولانيه بنسميها يعني موجوده في حاجه تكنولوجي اسمها لينير اراي. لينير اراي بياخد مجموعه من الاليمنتس ويعمل بيهم سكاننج في كل مره. يعني مثلا هنا انا باخد مثلا اول اربعه او اول اربعه هنا وبعمل بيهم بيم مثلا وبعمل سكاننج. يعني مثلا هنا انا هاخد مثال مثلا 32 اليمنت اراي، وكل مره بعمل تصوير بصور ب 8 من ال 32 دول. فبمشي اول خط باخده من 1 لغايه 8، وبعد كده تاني خط باخده من 2 لغايه 9 وهكذا. كل مره بشيفت بون اليمنت بحيث ان انا احصل من كل 8 من دول. ال 8 دول بسميهم ابرتشر، وكل ابرتشر من دول باخد منهم خط. الحقيقه ده طبعا يعني المعتاد ان يبقى عدد الاليمنتس اللي في كريستال مثلا 128، وعدد الاليمنتس اللي في الابرتشر اللي في كل خط بستعملهم عشان اعمل سكاننج 32 مثلا. ده يعني في حاجات اكتر كمان من كده، بس عامه هنا بس رسمتها بس 32 اليمنت ترانسديوس عشان بس يبقى شكل الموضوع واضح. فيعني هنا احنا بنعمل سكاننج بمجموعه من الاليمنتس، وزي ما احنا شايفين كده كل مجموعه بتعمل سكاننج للحاجه اللي تحتها. يعني هنا زي ما انتم شايفين كده انا بعمل سكاننج لحاجه، وبعد كده بعمل سكاننج للي جنبها وهكذا. كل واحده من دول بتبص على حاجه مختلفه. فبالتالي احنا يعني المجموعه الاولانيه بتعمل خط، المجموعه الاخرانيه بتعمل خط تاني، وهم بيكونوا الصوره كلهم مع بعض. الطريقه اللي هي الاحدث الحقيقه والتكنولوجي بتاعتها اعلى، واللي الحقيقه اغلى كتير الحقيقه في السعر كمان، يعني عشان هي تكنولوجي فعلا اعقد شويه، بتستلزم هاردوير يكون يعني اسرع كتير قوي ومتقدم اكتر كتير قوي من النوع الاولاني، هي الفيز اري. تكنولوجي بتاعت الفيز اري، الفيز اري بيبقى عندي ترانسديوسر صغير بالشكل ده كده، والترانسديوسر ده بيبقى سنجل ابرتشر، يعني كل الاليمنتس اللي فيه بتبقى هي شغاله كلها مع بعض في نفس الوقت، وبعمل بيها بقى سكاننج في كل الاتجاهات. يعني هنا انا ممكن ان انا اعمل كنترول على الاليمنتس الموجوده هنا بحيث ان انا اعمل ستيرنج، مش بس فوكسنج، مش انا هنا بعمل فوكسنج زي ما انتم شايفين كده، هنا انا بعمل ستيرنج، والستيرنج ده ممكن اخد بيه خطوط في جميع الاتجاهات. فبالتالي لو انا باكواير زي ما عملت اكوزيشن هنا 25 خط، انا هنا ال 25 خط بعمل لهم اكوزيشن، بس بعمل لهم اكوزيشن بكل الاليمنتس الموجوده عندي في الترانسديوسر. الحقيقه ده يعني بيسمح ان انا ممكن في احوال كتيره جدا احصل على فريم ريت، او احصل على عدد من خطوط كبير جدا في اكوزيشن واحد، لان انا ممكن ان انا ابعت سنجل بالس تبقى يعني ممكن تبقى ما هياش فوكس، تبقى بتكسايت الفيلد كله، وبعد كده اعمل فوكسنج بقى واعمل ستيرنج واعمل الحاجات دي كلها للاكوز اللي جايه لي من الفيلد. فبالتالي بقدر احصل على فريم ريتس ممكن تكون عاليه جدا، يعني عكس اللينير اري. فالفيز اري بيتميز ان انا ممكن احصل بيه على تصوير يبقى يعني يتابع حاجات ممكن تبقى سريعه جدا في الوقت. يعني مثلا ممكن اتابع بيه مثلا القلب، مثلا حركه القلب او حركه الفالز، او ممكن اعمل بيه يعني ايمجنج. عاده في الكارديولوجي بيبقى عاده الناس بتستعمل فيز اريز مش بتستعمل لينير اريز. لينير اريز عاده بنستعملها في الحاجات اللي هي التقليديه زي الابدومينال ايمجنج مثلا، زي الاوبستريكس جاينكولوجي، الحاجات اللي بالشكل ده، يورينري ابلكيشنز، الحاجات اللي بالشكل ده كده. انما لما اجي اشتغل بعد كده على ايكو كارديوجرافي او اي حاجه لها علاقه بالقلب، عاده فيز اري بيبقى ماتش مور افكتيف. فالفرق بين اللينير اري والفيز اري ان احنا عندنا في اللينير اري بنكسايت يعني بيسكلي مجموعه من الالمنتس اللي موجوده في الاري، وبعد كده نكسايت مجموعه ثانيه وهكذا. في الفيز اري لا، احنا بنكسايت الاري كله كل مره، وبنعمل بقى بروسيسنج بشكل مختلف علشان نقدر نحصل من نفس الابرشر دي على خطوط متجهه في اتجاهات مختلفه عشان نقدر نبني بيها الصوره. فطبعا التكنولوجي في الفيز اري اعلى، وبالتالي سعره بيبقى اغلى كتير، وبيبقى الهاردوير بتاعه بيبقى معقد اكتر بكتير. بس الحقيقه زي ما بقول الابلكيشنز اللي بتحتاجه بيبقى صعب جدا ان احنا نعملها باستعمال لينير اري.